أنا بالمناسبة مش هخرجك عن الموضوع، بس عايزة أفهم يعني هو ليه رخص الحديد والأسمنت بملايين؟ ما هو ده السؤال، او هي دي بداية الغلطة. انا لو عايز اعمل استثمار يبقى المفروض ان انا بفتح كل الكلام ده ببلاش، لان انا الكيان ده عندي في مصر سواء المصريين او الاجانب. لو الاجنبي جه عمل مصنع وما دفعش ولا مليم، لا في رخصة ولا في اي حاجة تانية، بس عمل كيان، شغل عمال، شغل منظومة عمل، صدر البضاعة دي وجاب دولار لمصر، مين المستفيد؟ هي الدولة. المستفيد الأول هي الدولة. يا أستاذ جمال، وقتها رجال الأعمال والصناعة ما كانوش بيفكروا في العمالة والمصانع، كانوا بيفكروا إن هم ينجوا بنفسهم خارج البلد ولو لفترة مؤقتة. يا أنت فندم منين كنت جايب الجرأة والصلابة دي ما كلها أنا بقول إنك أنت عايز لحضرتك تكمل استثمار في وقت الناس بتقول الحمد لله إن ما خدوش بالهم مني؟ ههرب من بلد أروح فين؟ بقول لحضرتك كل رأس مالي موجود في شركة اتعملت، جايب قروض من بنوك، مش ههرب ولازم هواجه. فكان لزاما عليا ان انا اكمل لحد ما اشتغل عشان ارفع الهدك والعبء اللي موجود على الشركات عندي. خدنا الموافقه، جينا ننفذ ما عرفناش، اتلغت الموافقه، موافقه رئيس مجلس وزراء وموافقه ومش مجلس وزراء أي رئيس وزراء، يعني ده بالك دكتور كمال الجنزوري يعني. بالظبط كده. فالحقيقه اتلغت الموافقه، بدأنا نجري مشوار تاني. دخلنا طبعا على الاخوان، ومش عايز اقول لك جريت مشوار كبير وعانيت معاناه شديده، وناس متلخبطين، مفيش كوادر تقدر تتفاهمي معاها عشان تشرحي لها الابعاد.